السلام عليكم، ازيكم حبايبي غاويين القهوة وعشاق المزاج. مطحنة البن دي لونجي مطحنة سهلة وعملية وسعرها معقول. المطحنة لاحظت ان درجة الطحن فيها مش مناسب قوي للإسبريسو، يعني لما بخليها على انعم درجة برضو مش بوصل لدرجة طحن الإسبريسو المظبوطة. عشان كده حبيت اعمل لكم فيديو عن تعديل بسيط على المطحنة هيخليها تطحن بدرجات انعم. هنبدأ الأول بفك البكر، بكرة المعيار وبكرة درجة الطحن. هناخد بالنا واحنا بنفكها بالراحة علشان مفيش تروس أو أسنان تتكسر. هو البكرة من جوه فيها أسنان بتكون ربطها جوه المطحنة. بعد ما فكينا البكرتين هنقلب المطحنة من تحت، هنلاقي المطحنة من تحت فيها أربع كليبسات هما اللي ماسكين جسم المطحنة. نجيبها كده عشان نشوف. هنا أربع كليبسات هما اللي هيمسكوا جسم المطحنة. هنحاول إن احنا نفتحهم بالراحة بمفك رفيع، وهنضغط على جسم المطحنة الخارجي بإيدينا لتحت واحنا بنفتحه. هينزل معانا الجسم الخارجي، وبكده هنكون من هنا كليبس بالراحة شوية واحنا بنضغط بإيدينا. بس كده خلاص الجسم الخارجي نزل، ويعتبر انا كده فكيت المطحنة. عندي هنا في اربع مسامير، الاربع مسامير هنا هي اللي ماسكة الحوض اللي بنعبي فيه البن او وعاء البن. هنفك الاربع مسامير بعد ما فكيت الاربع مسامير هرفع الوعاء بتاع البن بالراحة خالص. هاخد بالي علشان فيه اسلاك موصلة لحساس الغطاء بتاع الحوض، فهاخد بالي بالراحة خالص علشان الاسلاك ما تتقطعش مني وانا برفعها. هنسند الوعاء في هنا اربع مسامير اللي ماسكين الترس. هفك الاربع مسامير ودي العصاية اللي بتبقى واصلة ببكرة درجات الطحن. لاحظ ان هي عصاية في اخرها ترس وفيها سن جانبي، هو ده اللي بيحدد المعيار، او هو اللي بيحدد بداية ونهاية الطحن، الترس بتاع الطحن. هنلاحظ هنا في علامة باللون الازرق، او جايز تكون عندكم بالاحمر او بالاسود. المهم ان في هنا علامة على الترس، دي معناها علامة النهاية اللي هو نهاية الترس أنعم درجة. فاحنا هنلف البكرة الداخلية وهنخلي العلامة دي تروح ناحية اليمين شوية علشان ان انا اكسب درجات طحن زيادة. يعني بدل ما كان النهاية عندي هنا هخليها زيادة اربع درجات تقريبا. وهركب الترس الصغير ده مرة تانية. لاحظوا ان السن ده بيكون لتحت، وهيكون لتحت على اليسار. خلوني اقربها لكم شوية. شوفوا الترس اللي هو الرفيع ده
طالع منه سن ابيض اللي هو السن اللي بيوقف، اللي هو السن اللي بيعمل نهاية للترس الكبير او ترس الطحن. في هنا سن صغير لونه اسود قصاد الترس، المفروض هيحصل التقاء بين السن الابيض والسن الاسود ده، فتبقى دي معناها النهاية، ولما يلف لفة كاملة الناحية التانية تبقى معناها البداية. فاحنا هنراعي ان السن الابيض يكون نازل على اليسار. اتمنى ان هي تكون واضحة عندكم علشان ما حدش يتلخبط فيها. تأكدنا ان هو راكب كويس. هنبدأ ان احنا نقفل الاربع مسامير تاني، طبعا نتأكد ان الترس راكب كويس والغطا بتاعه راكب كويس، وهنربط الاربع مسامير. وبعدها هنركب وعاء البن، وهنربط الأربع مسامير برضو الخاصة بوعاء البن. طبعا هنركبه بحذر وبالراحة علشان الأسلاك ما تتقطعش مننا. وهركب الغطاء الخارجي تاني بالراحة طبعا وبحذر، هاخد بالي من الأسلاك ومن زرار التشغيل. هتأكد ان زرار التشغيل دخل في الفتحة، وهنزلها وهكبسها لتحت كويس لحد ما اتاكد انها ركبت في مكانها تاني. والبكر دي البكره الخاصه بعدد الاكواب، هركبها وهلاحظ المعيار بتاعها يكون في مكانه. والبكره الجانبيه الخاصه بدرجات الطحن برضو هتاكد من الاتجاه ومن الكليبسات وهركبها بالراحه. بكده احنا خلاص خلصنا التعديل بتاعنا على الماكينة، كسبنا درجات زيادة في الطحن. نتأكد ان هي شغالة كويس، بتلف يمين شمال وبتوصل للنهاية وتقف. تقريبا احنا زودنا حوالي 5 درجات، يمكن نحتاج منهم 2 او 3 بس علشان ناخد اسبريسو، يعني مش لازم نطحن برضو على الدرجة الأخيرة. كل واحد هيشوف هو رجع كام درجة ومحتاج كام درجة علشان يطحن درجة الاسبريسو المناسبة. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون الشرح واضح وتكونوا استفدتوا من الفيديو. وإذا عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا مشاركة علشان الكل يستفيد. شكرا لكل المتابعين، مع السلامة.